أولمبي لمدية وهو في رحلة البحث عن إيجاد المخرج من الوضعية الصعبة التي يمر بها. طريق المرور يمر عبر إيجاد ممر آمن لسفينة تفتقد لمدرب قادر على إعادة الاعتبار لتشكيلة بونا. الهدف الأول والوحيد والأخير في المباراة سجل في الدقيقة الرابعة من عمر المرحلة الأولى لصالح اتحاد عنابة بواسط كرة ثابتة كان وراءها صديق الذي نفذ باليسرى وعلى طريقة أليساندرو ديل بيرو باليمنى. الهدف كان جميلا، الحارس تسمر في المكان والكرة ذهبت للزاوية البعيدة. اتحاد عنابة واصل الضغط وكاد يضيف الثنائية في الدقيقة الثامنة. بعدها لم نشاهد سوى فريق واحد اسمه أولمبي لمدية استعمل سلاح الكرات الثابتة، فكانت القيمة الثابتة لفريق الأولمبي. الاكتشاف في هذه المباراة كان المنفذ الاختصاصي للضربات الثابتة زحزوح، وفي هذه التسديدة الكرة أجمل من الهدف، والطريقة تشبه إلى حد بعيد طريقة الهولندي كومان وكذا سعد التجار. اللعب زحزوح قد تكون تقنيته مطلوبة عند كبار الأندية. الشوط الثاني سجلنا فيه محاولتين، الأولى لصالح الزوار والكرة ارتطمت بقائم الحارس محمد بن حمو وأنقذت شباكه من هدف محقق. أما المحاولة الثانية فكانت لأصحاب الأرض اتحاد عنابة بعد تنفيذ مخالفة لمسالي. التسديدة كانت دقيقة والحارس برقيقة تدخل في الوقت المناسب لتعلن صفارة السيد نادر حكم اللقاء نهاية المباراة بتفوق صعب وصعب جدا لاتحاد عنابة، والتقدير كل التقدير.